الفلاح المصري له كل الاحترام والتقدير، لأنه هو اللي يعتبر الإنسان الوحيد المنتج اللي بينتج الغذاء للشعب وللدولة. بداية الأشهر القبطية فهي المرشد الأساسي في بنيام الفراعنة لغاية النهاردة. بالنسبة للفلاح المصري برضو لغاية النهاردة بنهتم بها وبناخد بها في زراعتنا، وبناخد بها في مواعيد الحصاد كمان، مواعيد الزراعة ومواعيد الحصاد، ولها اهتمام كبير معانا. وكل شهر طبعا وله الوقت بتاعه المناسب بتاعه للزراعة المناسبة بتاعته. شهر هطور ده بقى اللي هو بداية اللي هو شهر 11 بنبتدي فيه تجهيز الأرض وزراعة القمح. بنبتدي بعد كده شهر طوبة بنكون خلاص ابتدينا زرعنا القمح وابتدينا زراعة المحاصيل الشتوية على العموم، من فول، من قمح، جزر، زراعات شتوية، من بطاطس شتوي. في سدة شتوية عندنا بتبتدي من شهر أواخر 2 اللي هي مرحلة الجفاف، بنسميها احنا جفاف عندنا. بنبتدي نجفف القمح في الفترة دي من نهاية شهر 2 لنهاية شهر 3، دي مرحلة السد الشتوية بالنسبة للمي. احنا عندنا برضو أمثال شعبية مرتبطة بالشهور دي، زي شهر توت مثلا اللي احنا فيه ده، أو اللي احنا في صدده اللي بيقول لك ري ولا تموت. شهر برضو كياك صباحك مساك، طوبة تخلي الشابة كركوبة، برمهات روح الغطوة هات، نظرا لأن في الشهر ده اللي هو في شهر برمهات ده شهر 4 بيبتدي موسم الحصاد بالنسبة للمحاصيل الشتوية.